كل حاجة في حياتنا خطوات، خطوة صغيرة تفصلنا عن حلمنا، حلمنا اللي عايزين نحققه. مش مهم قد ايه المسافة طويلة، مش مهم قد ايه اللحظة مش مناسبة، المهم اننا نعدي الخطوة ونرد على الضربة اللي خدناها بأقوى منها ونواجه وما نخافش، وفي الآخر نفضل واقفين على رجلينا ونقول لكل الناس إن الخطوة اللي جاية هي بتاعتنا إحنا. CynoSure لينا كلنا.